تشعر أن هنالك شيء ممكن قد رتب، ممكن أن نقلق منه. أكو مثل أجنبي يقول إذا أردت أن تذهب بعيدا فعليك أن لا تمضي وحيدا، يعني أن تأخذ وياك فريق كامل ومجموعة كاملة. السعودية تدرك هذه التحولات العميقة اليوم من الناحية الاقتصادية. الصين تمتد بشكل كبير في جغرافيا العالم، تسيطر بشكل أساسي وبشكل كبير حتى أكثر من أمريكا على الدول التي تسحب فيها ما يسمى بالزحف الاستراتيجي الصيني. السعودية تدرك هذه التغيرات ولديها الأوراق الكافية، خصوصا فيما يتعلق بالنفط وغيرها من الأشياء، لديها الأوراق الكافية لتكون لاعب أساسي في المنطقة. هناك قيادة أيضا جديدة صاعدة في السعودية، محمد بن سلمان، وهناك تنافس ما بين الدول نفسها، الدول العربية سواء كانت السعودية، قطر، الإمارات، تنافس على بلوغ القمة وقيادة المنطقة، على الأقل المنطقة العربية ولا أتحدث عن الشرق الأوسط. كل هذا يلقي بظلاله على هذه الأوضاع وهذه التغيرات. العراق هنا يفترض أن يكون لاعب أساسي، العراق ينظر له. أنا حاضر كثير من اللقاءات على مستوى الرؤساء، سواء كان الرئيس المصري، الملك الأردني، الرئيس التونسي، يتحدثون عن العراق القائد وليس العراق التابع. ولكن يحتاج العراق منظومة سياسية وجيل سياسي جديد قادر أن يعيد العراق إلى هيبته الحقيقية وإلى مكانته الحقيقية. في ظل هذا الوضع أنا لا أعتقد العراق قادر على أن يمارس دور أساسي. قد يمارس دور ثانوي، قد يمارس دور الجسر، قد يمارس دور التهدئة، وكل هذه الأشياء أشياء إيجابية وليست سلبية. ولكن أتحدث عن قيادة المنطقة، أتحدث عن العراق القائد. هناك تغيرات كبيرة في المنطقة، في الأردن هناك أيضا احتجاجات، في إيران هناك احتجاجات. الأنظمة الموجودة المحيطة ليست أنظمة مستقرة تماما، هي أنظمة أيضا تدخل ضمن عبارة الأنظمة الهشة مثل ما هو النظام في العراق. ولذلك دائما ما ندعو يا أستاذ نجم نقول هذه المشاكل هي آثار للمشكلة الأساسية والمشكلة الرئيسية اللي هي غياب القادة. احنا في العراق نحتاج الى حل أزمة القيادة وإيجاد مشروع قيادي جديد لتحقيق التواصل الدولي الفعال، سواء مع أمريكا، سواء مع الصين، سواء مع إيران، سواء مع السعودية، كل هذه الدول.